جزيل ترحب والتحية الصباحية على كل مستمعين الأوفياء وخاصة العدل تحقو بنا اللحظة في أولى فقرتنا فقرة تجميل. غادي نكملوا في أهم الأقنعة الطبيعية البسيطة جدا في المكونات واللي ممكن أنكم تستفدوا منها. البارح تكلمنا على بعض الأنواع ديال الأقنعة المناسبة يعني كتبريمات الجسم أو كتقشير للبشرة والعناية بالفم وداك الإسمرار ولا الكحولة اللي كتكون في المحيط ديال الفم. ودابا غادي نمشيو يعني العناية بالانواع ديال البشره. غادي نبداو بالقناع اللي هو مناسب باش نقيو ونظفو به البشره ديالنا. هذا القناع ممكن يستافدوا منه كل السيدات وكل الفتيات يعني بكل انواع ديال البشره ممكن انهم يستافدوا من هذا القناع اللي هو للتنقيه والتنظيف البشره. غادي ناخذ نص كاس صغير ديال الحليب يكون سائل مع معلقه صغيره ديال زيت الخزامه ومعلقه كبيره ديال عصير ديال الليمون. غادي نعاود ناخذ معلقه ديال عصير ديال الليمون تكون كبيره تكون يعني العصير ديال الليمون نعصروه واحد الليمونه صغيره نعصروها ونخلطوها مع معلقه صغيره ديال زيت الخزامه راه متوفر. وغادي نجمعوه هاد العصير ديال الليمون مع زيت الخزامه غادي نجمعوه بكاس صغير ديال الحليب ومن بعد كنمسحو هاد الخليط على الوجه ديالنا وكنخليوه حتى كينشف عليه يعني تقريبا واحد ثلث ساعه 20 دقيقه. عاد ديك الساعه كنغسلو بالماء دافي وكنشفو مزيان وكندهنو بزيت من زيوت اللي عندنا في الدار واللي هي معروفه بالفائده ديالها التجميليه على حسب النوع ديال البشره ديالنا. فهذا قناع فعال ومناسب لكل انواع البشره ممكن انهم ينظفوا وينقيو به البشره ديالهم. وكيف قلنا معلقه صغيره زيت الخزامه مع معلقه كبيره ديال عصير الليمون مع نص كاس صغير ديال الحليب سائل كيتخلطوا مزيان وكنوضعهم على البشره ديالنا. بالنسبه للسيدات اللي كيعانيوا من البشره متعبه كيحسوا على انه البشره ديالهم فيها واحد العياء ما كاينش واحد الانتعاش بالنسبه للبشره فممكن على انهم يستعملوا هذا القناع مناسب للبشره المتعبه. غادي ناخذوا جوج معالق صغار ديال الدقيق الشعير مع جوج معالق صغار ديال العسل جوج معالق صغار ديال الحليب سائل وجوج معالق صغار ديال النعناع يابس مفروم رقيق. هادو هما اربعه المكونات الفعاله للعنايه بالبشره المتعبه. قلنا غادي ناخذوا فواحد الاناء صغير غادي نخلطوا دوك جوج معالق صغار ديال الدقيق الشعير غادي نضيفوا ليهم جوج معالق صغار ديال العسل نضيفوا كذلك جوج معالق صغار ديال النعناع مفروم يكون يابس وجوج معالق صغار ديال الحليب. الا ما كانش الوريقات ديال النعناع يابسين ممكن اننا ناخذوه طري يعني وريقات منه جهد ديال جوج معالق صغار وغادي نقطعوه رقيق. وهو من الافضل على ان نستعملوا النعناع يكون طري وكنعرفوا على ان النعناع حتى هو من بين يعني المواد اللي المكونات اللي هي طبيعيه وفعاله جدا للتخفيف من هذوك التورمات اللي تيكونوا تحت العين وبالتالي كيساعد حتى في ازاله هذاك التعب من على البشره. ملي كناخذوا داك الاناء كنخلطوا فيه دوك جوج معالق ديال الدقيق ديال الشعير مع جوج معالق ديال العسل مع جوج معالق ديال النعناع مفروم رقيق وكيتخلطوا مزيان وكنضيفوا ليهم جوج معالق صغار ديال الحليب سائل وكنديروهم على البشره ديالنا تقريبا ساعه. كنخليو هذا القناع حتى كينشف مزيان وهذوك يعني الوريقات ديال النعناع اللي هما قردناهم رقيق واللي هما طريين كنحاولوا ملي كنبقاو يعني نثبتوا هذا القناع على البشره ديالنا وكنركزوا على دوك الوريقات نديروهم تحت العين ديالنا مباشره. من بعد هذا القناع كيتغسل بالماء بارد بوحدو من الافضل هاد الاقنعه نغسلهم غير بالماء بلا ما نبقاو نديرو الصابون من غير الا كان الصابون الطبي ولا الصابون ديال الحجره العادي اللي هو خاص بالبشره. ومن بعد فحنا كيف قلنا كنشفو دائما يعني بواحد الفوطه اللي هي رطبه وكنحاولوا نديرو الزيت من الزيوت اولا الكريم الليلي ولا الكريم النهاري المناسب لنوع البشره ديالنا. نبقاو دائما باش نعطيو الانتعاش للبشره باش كنعطيو واحد الحيويه واحد النضاره للبشره نبقاو دائما نمسحوا البشره ديالنا بالمحلول اللي هو متكون من جوج المكونات فعالين جدا وخاصه اللي عنده البشره جافه. غادي ناخذوا معلقه ديال العسل مع معلقه كبيره ديال عصير ديال الليمون غادي تخلطوا مزيان. معلقه ديال عصير ديال الليمون كتخلط مع معلقه ديال العسل وكيتخلطوا مزيان وكنمسحوا بهم البشره ديالنا الوجه والعنق ونخليوهم تقريبا واحد نخليهم تقريبا 10 ديال الدقائق. ومن بعد 10 ديال الدقائق كناخذوا
واحد يعني البونجات ولا قطن اللي غادي نغطسوا في المدافي وكنبقاو نمسحوا البشره ديالنا بحركات دائريه حتى كنكملوا. وهذا القناع ممكن اننا نستعملوه نهار ان نهار لا يعني باستمرار لانه كيعطي واحد النضاره كيعطي واحد الاشراقه للبشره. نبقاو دائما نستعملوه يعني جوج المكونات ساهلين وبساط ومتوفرين يعني في الكوزينه ديالنا. غادي ناخذوا معلقه ديال العسل ونخلطوها مع معلقه ديال عصير ديال الليمون ونبقاو نمسحوا بها البشره ديالنا قلنا باش كنعطيو هذاك الانتعاشه للبشره. باش نزولوا هذاك الشحوب وداك الاسفرار اللي تيكون على البشره فغادي ناخذوا واحد طريف ديال الخياره بالقشور ديالها محكوكه غير نغسلوها مزيان يعني واحد طريف ربع يعني ربع خياره بالقشور ديالها كنحكوها مزيان. وكاكيد لانه ملي كنحكوها كنستافدوا من القشور كنستافدوا من الحبات ديال الخيار من هذوك الحبيبات لانه تاهما مزيانين بزاف وكنستافدوا حتى من داك العصاره داك الماء اللي كيطلق لينا. اذا قلنا ربع خياره محكوكه بالقشور ديالها مع واحد شويه ديال البياض بيضه يعني الا كانت البياض ديال البيض كبير غادي نهزو منه غير شويه الافضل يكون البياض ديال البيض البلدي وجوج معالق كبار ديال حليب يعني ديال الاطفال بودرة او لا الحليب غبرة يعني على حسب اللي متوفر عندنا اما الحليب بودرة ديال الاطفال او لا الحليب بودرة العادي اللي كنستعملو. غادي نخلطو هاد المكونات غادي ناخدو داك ربع خيارة محكوكة بالقشور ديالها غادي نضيفو لها شوية ديال بياض البيض نضيفو لها كذلك جوج معالق كبار قلنا ديال البودرة ديال الحليب يعني الحليب غبرة او لا الحليب الخاص بالاطفال حتى هو كيكون غبرة وكيتخلطو مزيان كنحصلو على واحد العجينة اللي هي شوية خفيفة وكنثبتو هاد القناع على الوجه والعنق ديالنا ما كنساوش العنق 20 دقيقة. من بعد 20 دقيقة كناخدو اي زيت من الزيوت كنغطسو فيها الاطراف ديال الاصابع ديالنا وكنهزو وكنبقاو نزولو هاد القناع هاد البقايا ديال القناع يعني بحركات دائريه بواحد المساج خفيف. فهاد القناع هو كينقي البشره من الشوائب ومن الخلايا الميته وفي نفس الوقت كيخفف من ظهور هذاك الشحوب ديال البشره ما كتبقاش يعني البشره كتبان بواحد المظهر اللي هو شاحب او الاصفر وانما كتعطيها واحد الانتعاشه واحد الاشراقه. وكنغسلو بالماء بارد من بعد كنغسلو بالماء بارد وكنشفو مزيان ونبقاو نعاودو هاد القناع حتى يعني كنوصلو النتيجه المطلوبه. وباش نزولو كذلك هذاك العياء اللي كيكون تحت العين ممكن اننا ناخذوا الخيار كذلك بنفس الطريقه مع القشور ديالو وكنطحنوه مزيان بالعصاره ديالو كنضيفوا ليه الماء ديال البطاطا وكيتخلطوا مزيان وكنديروهم تحت العين يعني المكان اللي عندنا فيهم الهالات كنثبتوا مزيان كنطليو يعني بواحد الكميه اللي هي كثيره باش يستافد منها هاد يعني تستافد منها البشره اللي كتعاني من الهالات السوداء فهي فعاله جدا. اللي عنده المسام كذلك واسعين يعني المسام ديال البشره ديالو واسعين واكيد على انه كتبقى مفتوحه وكتعطي مشاكل فممكن اننا نسدوها باستمرار. غادي ناخذوا غير معلقه كبيره ديال الروز مطحون يعني الروز مطحون لانه تيكون فيه نشا غادي ناخذوا ديك المعلقه كبيره ونحاولوا اننا داك الروز نطحنو مزيان ويكون مغربل منيه المزيان باش كيف قلنا ما يخبش لنا البشره ديالنا. كنضيفوا ليه واحد المعلقه صغيره ديال المدافي الجهد اللي غادي يجمع لينا داك الروز مطحون كنمسحوا به البشره ديالنا نخليه 20 دقيقه ومن بعد كنزولوا هذا القناع بالمدافي فهو فعال جدا بالنسبه للسيدات والفتيات اللي عندهم المسامات واسعين وضروري انهم يسدوها. ودائما بقاو مسحوا بواحد طريف ديال المطيشه ندوزوه على البشره ديالنا لانه حتى هي فعاله جدا لازاله يعني والتخفيف من يعني ولسد هذاك المسام ديال يعني المسام ديال البشره. نمشيو كذلك لجوج الاقنعه اللي غادي نختموا بهم بالنسبه اللي هما خاصين للحد من التجاعيد. فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال التمر يكون طري نحاولوا اننا نطحنوه شويه وغادي نضيفوا ليه الموارد الطبيعي كيتخلطوا مزيان وكنضيفوا قطرات من زيت المشمش. غادي نعاود غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال المعجون ديال التمر من الافضل على اننا ناخذوا واحد التمرات ونفورهم واحد شويه ونطحنوهم مزيان في الطحانه ديال المطيشه ونضيفوا لهم شويه ديال الماورد يتخلطوا مزيان وكنضيفوا لهم قطرات ديال زيت المشماش لانه مهم بزاف مناسب بالنسبه لحد من التجاعيد اولا ممكن تستعملوا زيت الهنديه اللي كان عندنا متوفر كيتخلطوا مزيان. كذلك حتى زيت القرقاع مناسب لهذا القناع يعني ثلاثه ديال الزيوت اللي عندنا في الدار اما زيت الهنديه او زيت القرقاع او زيت المشماش هادو هما الفعالين بزاف للحد من التجاعيد. كيتخلطوا مزيان وكنوضعوا هذا القناع على الوجه ديالنا وكنركزوا على الاماكن اللي عندنا فيهم التجاعيد ومن بعد ملي كنساليو ونخليو هذا
لقينا استفد منه بشرع 20 دقيقة ومن الأفضل على أننا نكونوا مرتاحين هاد 20 دقيقة مستلقين على الظهر ديالنا باش نخليو البشرة ديالنا تستافد من هاد القناع لحد من التجاعيد. هذيك الساعة كنزولوا هاد القناع بالمدافي ومن بعد كنعاودوا نشلوا بالماء بارد وكنشفوا مزيان دائما بالفوطة. كاين كذلك قناع آخر هو متكون من جوج مكونات اللي هما ساهلين وبساط، يعني غير واحد طريف صغير ديال البنان كان معكم مزيان. دائما كنقولوا على انه ناكلوا البنان وطريف صغير ديالو نحاولوا اننا نطحنوه ونضيفوا ليه واحد معلقه ديال الحليب سائل وكنديروها على الوجه والعنق ونركزوا على الاماكن اللي عندنا فيهم التجاعيد، يعني المحيط ديال العين والمحيط ديال الفم. كنزيدوا نكثروا من الكميه ديال هاد القناع وكنخليه على البشره ديالنا تقريبا ربع ساعه. من بعد ربع ساعه فاحنا كنمسحوا بالمدافي وكنشفوا دائما بواحد الفوطه يعني بطريقة العادية. فحتى البنان الموز إلا خلطناه مع الحليب سائل حتى هو فعال لحد من التجاعيد وهذيك الخطوط يعني المبكرة اللي كتجي مع تعرض الأشعة الشمس ولا هذوك الحركات اللي كنديرو الكريماس اللي كنديرو بالبشرة ديالنا، فحتى هو كيعطي خطوط. غادي نختم بالقناع ديال تبييض المناطق الحساسة اللي لقيت بعض الطلبات على أنني نعاودو، فغادي ناخذو لتبييض المناطق الحساسة لإزالة يعني ديك الكحولة وهذوك السواد اللي تيكون يعني يعني في أي مناطق من الجسم اللي عنا فيهم السواد. غادي ناخدو نص كاس ديال زيت الزيتون، عصير ديال الحامضة، جوج معالق ديال الماء ورد، وغادي ناخدو كذلك ثلاثة المعالق كبار ديال النشا. هادو هما المكونات. فبالنسبة لهذا الخليط كيفاش كنستعملو على البشرة ديالنا، فكنخلطو نص كاس ديال زيت الزيتون، كنضيفو ليه عصير ديال الحامضة تكون متوسطه، نضيفوا كذلك واحد جوج معالق ديال الماء ورد اولا ربعه المعالق ديال الماء ورد على حسب الكميه اللي درنا، وثلاثه د المعالق كبار ديال النشا. واذا كان عندنا السواد غالب نزيدو نغلبوا النشا، وغادي نخلطوا هاد المكونات في واحد الاناء. كنخلطوا زيت البلديه مع عصير حامضه مع الماء ورد مع كميه من النشا، كيتخلطوا مزيان وكنديروهم على المناطق الحساسه في الجسم واللي عندنا فيهم السواد، وكنخليوهم واحد المده اللي هي كافيه تقريبا ساعه ولا ساعتين حتى ثلاثه ديال الساعات. ومن بعد فكناخذوا اي نوع من الزيوت وكنبقاو ندهنوا بحركات دائريه حتى كنزولوا ديك الاوساخ ودوك الشوائب وديك الكحوله، كنبقاو نخفوا منها. فنهار نهار لا اولا جوج مرات في الاسبوع وحنا مكملين بهذه الطريقه، فاكيد على انه كيخفف هذاك السواد وكتظهر النتيجه، يعني كيبان واحد الفرق. ودائما فهاد الوصفه هي مناسبه الإزالة يعني السواد اللي تيكون التبييض والتفتيح اللون ديال البشره ديال الجسم. يعني ممكن تستعملوها على الابطين، على يعني الفخذين، على الركبتين، يعني هاد المناطق على المناطق الحساسه، ونتفاداو البشره لانه تبييض البشره فعندها اقنعه اخرى اللي هي خاصه بها. فنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الاقنعه الطبيعيه اللي قدمت لكم اليوم، واكيد غادي نكملوا رفقه خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ المزيد من نصائح التجميلية.